شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ عفوا يعني شو جنيت انت؟ ليش؟ شو ليش؟ معقول تنقش الميت وتطلعوا من قبره وتاخده؟ ايه وين المشكلة؟ لك مجنون انت مجنون؟ شو بدك تساوي بالميت؟ ايه إسرائيل عليه السلام بياخد روحه وبيتركه بأرضه، بقى شلون بدك تطلعه من قبره انت؟ هاي بشغلتي، وكل ما طلعت لي واحد إلك مني 50,000 ليرة. ليش بدك تاخد كتير؟ اي نعم، وعلى كل واحد باخد 50,000 أنا؟ ما بينقصوا فرنك ولا بيزيدوا فرنك. بقى الله يرضى عليك يا فايز، فتح مخك معي وخلينا نعمل بزنس مزبوط أنا وياك، وصدقني غير عسل ولبن ما رح ناكل أنا وياك. أخي مرحبا. أهلي. أنت ريجحني وقول لي شو بدك تساوي فيهم حتى أعرف أخدمك منيح. طيب سري بيبي ما له أراد. الداعي اللي قاعد معك دكتور. دكتور؟ إيه دكتور، شو مو مبين علي مو؟ لا بس يعني أخي أنا بدي هالجساس مشان شرحهم. أعوذ بالله من هالسيرة، فضايل قل هو الله أحد الفرد الصمد. يا فايز أنا عم بعمل أبحاث طبية مثيرة ورح تكون ذات فائدة وقيمة كتير كبيرة للبشرية، وإذا زبطت معي رح أصير أشهر طبيب بالعالم، وبصراحة ما عم لاقي حدا يساعدني، يعني ببساطة ما في حدا غيرك ممكن يساعدني. الله ما بعرف شو بدي إلا بدك تقول تكلنا على الله يا فايز شبنا، ولا تنسى أنه إحنا عم نشتغل لصالح الإنسانية، ولو بعدين دخيلك يعني أنا شو بدي استفيد من واحد ميت؟ شو بدي أعمل فيه؟ والله يا عمي ما بعرف شو بدي لك. أنت شغلتك كبيرة كبيرة كتير أخي، كبيرة لما منكبرها وصغيرة لما منصغرها. بقى الله يرضى عليك، تعال أقول لك، ها خود مني 50,000 وخليها معك. ليش بدي أعمل فيها هي؟ أخي عربون شغل، ربط كلام، سلفي على حساب، شو ما بدك حسبها. بس أنا لسه ما وافقت، على مهلك شوي علي حتى استوعب الموضوع. أخي أنت خليهم معك، إذا وافقت كان بها، ما وافقت أو يعني ترددت أو الوضع ما عجبك بترجع لي إياهم، وين المشكلة؟ وفكر منيح يا فايز، أنت عم تساعد دكتور عم يشتغل لصالح الناس لأحيائها، لأحياء مو الميتين. صارت الساعة 3:15، أنا لازم أمشي. لا تنسى يا فايز إنه الجسد اللي بياكله الدود العلم والبشرية أولى فيه، مو هيك؟ هلأ في ناس يعني بيتبرعوا بجسد قرايبينهم للعلم، بس قلال كتير. إيه والله، لا تصبح على خير. الله معك.